بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية عالية إلى أوسع الجماهير الشعبية التي لا زالت وجدانها العربي والإسلامي متعاطف مع قضية فلسطين. قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع مع العدو الدائم، مع الكيان الغاصب، كيان بني صهيون الذي استوطن فلسطين منذ مطلع القرن العشرين ولا زال يمارس تمرده وطغيانه وظلمه في حق شعب فلسطين النبيل. أنا شاب متطوع مدينة تطوان، قمت بتلبية دعوة للوقف بهذا الشكل التضامني التآزري الذي لا زال يعبر عن أن الشباب في عمق الاهتمام بالقضية الصلبة للأمة في معركتها الشاملة، معركة التحرير ضد الكيان الغاصب. أولا نجتمع في هذا الفضاء لنبين ثلاث مواقف رئيسية. الموقف الأول هو أننا لسنا فقط داعمين للمقاومة، لسنا فقط خارج فضاء فلسطين ندعم ونستند المقاومة المتمثلة في كتائب الشهيد عز الدين القسام والمتمثلة في الكتائب الأخرى المجاهدة في فلسطين، بل نحن جزء من مشروع التحرر الكامل للمقاومة الإسلامية التي في والذي في أصله يهدف إلى التحرير الشامل لفلسطين من القطاع إلى الضفة مرورا بالقدس الشريف والأراضي الأردنية. كذلك الرسالة الثانية التي نريد أن نوجهها هو أننا الآن نعيش في زمن تسجيل الموقف، ومواقفنا واضحة وصلبة ومنتمية للحس الوطني الديمقراطي النزيه المساند لقضية فلسطين ولشعبها النبيل الذي يقود إن شاء الله تعالى انتفاضته الثالثة التي ستقتلع بني صهيون من جذوره. الرسالة الثالثة هو أنه وصلنا إلى مرحلة بان فيها نفاق الإمبريالية العالمية في تعاطيها مع قضية فلسطين. نقول بأنه قد وصل مسلسل التفاوض، وقد وصل مسلسل التطبيع، وقد وصل مسلسل المزايدات الدبلوماسية إلى النفق المسدود، ولم تعد الكلمة الآن الممانعة إلا للمقاومة وكل من ساندها ودعمها وصار في مسارها. نجدد القول بأن المقاومة أمانة، وبأن التطبيع خيانة، وبأنه نلتقي اليوم وسنلتقي غدا وسنظل على وفاق وفاء للشهداء ووفاء لخط الشهادة ولخط الشهداء الذين قضوا نحبهم انطلاقا من ثورة البراق مرورا بثورة 36 مع عز الدين القسام، مرورا بالانتفاضة المجيدة بقيادة خليل الوزير رحمه الله في 1987 والملاحم التي شهدتها غزة 2008-2012. والآن المسار قد انقلب، غزة الآن تصنع معادلة جديدة على الأرض، معادلة جديدة على الأوراق، خطاب سياسي قوي، خطاب مترفع عن المزايدات الدبلوماسية الفارغة، خطاب منتمي بأصالة إلى المجتمع. كل هذه العوامل متضافرة تعطينا اليقين في أن إن شاء الله تعالى النصر قريب، النصر قريب، النصر قريب، وما ذلك على الله سبحانه وتعالى. كيف تقرؤون إحجام الدول العربية كما يقال في مساندة القضية، خاصة وأن مجموعة من الدول هي الآن محكومة من طرف أنظمة إسلامية، كيف تقرؤون هذه المسألة؟ أنا لي رأي واحد في هذا السياق، هو أنه بعد الانتفاضات ديال الربيع الديمقراطي التي انطلقت في تونس كان ولا بد أن تعيش قضية فلسطينية محطة عصيبة. الآن ما يجري في فلسطين هو رجع صدى لمجموعة الارتكاسات والارتدادات التي يقودها التيار لا ديمقراطي في الوطن العربي. طبيعي جدا ولو يصل الإسلاميين، طبيعي جدا أنه في المدى المتوسط ستعاني قضية فلسطين. هذا الكلام قلناه يوم 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 أخذ مسار الربيع الديمقراطي مساره الناجح في تونس ومصر وليبيا وكذلك في المغرب. ولكن نجدد القول بأنه ليس المعول فقط على 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 الدول الإسلامية، على عفوا الدول الإسلامية، ولا على كذلك الوطن العربي الذي يحكم من قبل الإسلاميين الذين يدبرون الشأن العام. القضية وما فيها الآن هو أن لا زلنا في حاجة إلى السيادة الكاملة والاستقلال في الرأي والاستقلال في المواقف، ولا زالت هذه الدول اللي تحدثت عليها أنت باعتبار الإسلاميين كيسيروها راه مازال حليف استراتيجي. واحد القوة كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية الآن كتحاول تقود ما يسميه روجي كارودي بالسياسة المعاقة التي ستجلب كوارث دولية لا قدر الله. لذلك نأمل أنه غتعاني قضية فلسطين في المدى المتوسط ديال 10 سنوات، ولكنه ما بعد 10 سنوات الآن نقطة وجيهة أريد أن نتحدث فيها هو أن غزة الآن تعيد إحياء
نفس الربيع الديمقراطي، وهي شرف الأمة، وهي من سيعيد توازن القوى بين الضفتين المتوسط الشمالي والجنوبي إن شاء الله تعالى. إلى أي مدى يمكن أن تساهم مثل هذه المظاهرات ومثل هذه الوقفات في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الشعب الصامت في غزة؟ أكيد كانت ولازالت للمظاهرات والوقفات التي يقوم بها الوجدان الشعبي العربي المساند من أعماق جاكرتا إلى نواكشوط. هذه المظاهرات هي مساندة أولا نفسية ثم مساندة روحية، لأننا نعبر أننا امتداد طبيعي وعضوي هذه الأرض المقدسة اللي هي محط الديانة الثلاثة، أحد الديانات اللي تما هي الإسلام. وحنا شعب الحمد لله مسلم وشعب عربي وشعب ورث العزة من أيام اللي رسل فيها السلطان الموحدي الدعم والنصرة لصلاح الدين الأيوبي. لذلك احنا علاقتنا بالقضية الفلسطينية علاقة جهاد في التاريخ الغابر، علاقة علم، لأن العلماء ديالنا درسوا تما وأن التلاميذ ديالهم درسوا هنا. كذلك العلاقة الثالثة هي علاقة وجود صراع وجود ضد الكيان الصهيوني، لأن الكيان تما غاصب. أكيد عندي يقين كامل أن هذه المظاهرات الممتدة من المغرب إلى حدود جاكرتا هي ولا شك عندها جرعات نفسية موازية لما يقوم به الإخوة المرابطون في غزة من عمليات ميدانية تفرح صراحة الصدور وتفرح القلوب. كنتمنى عبر بريستون، ما هي الرسالة التي يمكن أن توجهوها للغزاويون الذين يواجهون بصمود التقتيل البشع من الكيان الصهيوني؟ أولا نقول لهم عيد شهيد وأدام الله صمودكم. نحييكم صراحة على الصمود البطولي والأسطوري لهذا الشعب الذي يسمي عبد الوهاب مسيري بالشعب النبيل، لأنه بالفعل الشعب منتمي بأصالة لعمق تلك الأرض. وما كنقولش أنا الآن أن غزة هي التي فقط تنوب عن فلسطين، بل تنوب عن شرف الأمة وعن عرض الأمة في وقت صراحة نعاني فيه من تخاذل الأقربين ومن نفاق الأبعادين. ولكن من المغرب الفلسطين شعب واحد وليس شعبين. غندوموا على هذا الصمود ديالنا تحنا من هذا الأرض، من هذا المكان القاسي من الأرض. وكنحييهم وكنقول لهم إن شاء الله تعالى أن النصر قريب وما ذلك على الله بعزيز، ولكن دائما الأمر سيحسم بخيار المقاومة المسلحة، لأن العدو الآن تم لا يعرف سوى لغة واحدة هي لغة السلاح. الرسالة الثانية اللي غنقولها عبر بريستون أننا نناشد الشعب الفلسطيني النبيل في الداخل أن لا يقوم فقط بمؤازرة عبر غلق المتاجر المحلية أو توقيف وتعطيل العمل ليوم واحد. نريد ضغط تكتيكي وضغط شعبي وضغط دبلوماسي، نريد فعلا تحرك ميداني، نريد فعلا خروج إعلامي قوي، نريد فعلا مؤازرة اجتماعية بتمرير الأموال، بتمرير العدة التي يحتاجها المجاهدون هناك. الرسالة الثالثة اللي غنبغيو نمروها للشعب ديالنا الفلسطيني وكذلك الحركة حماس هو أنها الآن في موطن قوة، وبأن هاد المفاوضات الجارية الآن وهاد المؤتمرات ما هي إلا ضر الرماد في العيون ديال القضية. حماس منتصرة وكنحيوها وكنحيو كذلك جميع الكتائب اللي كتناضوا في الساحة الغزاوية، وكنقول لهم بأنكم إياكم أن تفاوضوا على نزع السلاح واعتبار غزة منطقة بدون سلاح. لا، الآن المرحلة غتحسم بقوة السلاح، رغم أن ذلك الأسلحة هي أسلحة من صنع محلي، إلا أن إن شاء الله تعالى غادي يكون عندها صدى وغيكون عندها تأثير وغيكون عندها ضربة موجعة للكيان الصهيوني. لا شك أنه عندنا رسالة ختامية هو أن بسنن التاريخ إسرائيل مجرد مكون من مكونات الحركة الإمبريالية العالمية، وغادي تسقط عليه السنن ديال الله وسنن ديال التاريخ، وغادي يوقع له موقع كذلك في جنوب إفريقيا إذا صمدت المقاومة في خيار ديال المقاومة المسلحة، وإذا صمدنا إحنا في المغرب وفي جميع الأوطان العربية في خيار الممانعة وفي خيار عدم التطبيع وفي خيار عدم، يعني أنا كنقول خصنا المقاطعة الأكاديمية، خصنا المقاطعة الفكرية، خصنا المقاطعة الاجتماعية، خصنا المقاطعة حتى الروحية، خصنا المقاطعة الشرعية، خصنا المقاطعة الاقتصادية. كل هاد الأنواع ديال المقاطعات أكيد غيكون عندها تأثير على الداخل الإسرائيلي، وغيكون عندها تأثير كذلك على الخارج الإسرائيلي، وغيكون عندها تأثير في المنحى الإيجابي على قضية فلسطين وشعب غزة. أحييكم وأحيي بريستون وأمل أن يظل يعني منبر الآراء الحرة المتعددة المختلفة تيارتها الإسلامية والإنسانية والعلمانية، كل اللي ممكن أنه يقول كلمة حق في سبيل الوطن، كلمة حق في سبيل الشعب، كلمة حق في سبيل الرسالة، والوفاء الوفاء لدماء الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية عالية
إلى أوساع الجماهير الشعبية التي لا زال وجدانها العربي والإسلامي متعاطف مع قضية فلسطين، قضية فلسطين باعتبارها لب الصراع مع العدو الدائم، مع الكيان الغاصب كيان بني صهيون الذي استوطن فلسطين منذ مطلع القرن العشرين ولا زال يمارس تمرده وطغيانه وظلمه في حق شعب فلسطين النبيل. أنا شاب متطوع مدينة تطوان، قمت بتلبية دعوة للوقف بهذا الشكل التضامني التآزري الذي لا زال يعبر عن أن الشباب في عمق الاهتمام بالقضية الصلبة للأمة في معركتها الشاملة، معركة التحرير ضد الكيان الغاصب. أولا نجتمع في هذا الفضاء لنبين ثلاث مواقف رئيسية. الموقف الأول هو أننا لسنا فقط داعمين للمقاومة، لسنا فقط خارج فضاء فلسطين ندعم ونستند المقاومة المتمثلة في كتائب الشهيد عز الدين القسام والمتمثلة في الكتائب الأخرى المجاهدة في فلسطين، بل نحن جزء من مشروع التحرر الكامل للمقاومة الإسلامية التي في والذي في أصله يهدف إلى التحرير الشامل لفلسطين من القطاع إلى الضفة مرورا بالقدس الشريف والأراضي الأردنية. كذلك الرسالة الثانية التي نريد أن نوجهها هو أننا الآن نعيش في زمن تسجيل الموقف، ومواقفنا واضحة وصلبة ومنتمية للحس الوطني الديمقراطي النزيه المساند لقضية فلسطين ولشعبها النبيل الذي يقود إن شاء الله تعالى انتفاضته الثالثة التي ستقتلع بني صهيون من جذوره. الرسالة الثالثة هو أنه وصلنا إلى مرحلة بان فيها نفاق الإمبريالية العالمية في تعاطيها مع قضية فلسطين. نقول بأنه قد وصل مسلسل التفاوض، وقد وصل مسلسل التطبيع، وقد وصل مسلسل المزايدات الدبلوماسية إلى النفق المسدود، ولم تعد الكلمة الآن الممانعة إلا للمقاومة وكل من ساندها ودعمها وصار في مسارها. نجدد القول بأن المقاومة أمانة وبأن التطبيع خيانة، وبأنه نلتقي اليوم وسنلتقي غدا وسنظل على وفاق وفاء للشهداء ووفاء لخط الشهادة ولخط الشهداء الذين قضوا نحبهم انطلاقا من ثورة البراق مرورا بثورة 36 مع عز الدين القسام مرورا